أصحاب المقاهي والمطاعم والمطالبة بالحقوق والواجبات ديالهم كما سيقولوا خصوصا في التغطية. السلام عليكم خويا، علاش دايرين هاد الوقفة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأربع مقاهي المطاعم المغرب. اليوم الجامعة الوطنية لأربع مقاهي المطاعم بالمكاتب ديالها طبعا الإقليمية والجهوية دايرة هاد الوقفة الاحتجاجية، وهاد الوقفة الاحتجاجية جات بناء على واحد الغرامات والدعائر الخيالية اللي توصلوا بها المهنيين في عدد من الأقاليم المملكة، وهذه واحد المبالغ اللي هي خيالية تتفوق بكثير الطاقة ديال المهنيين. هادشي علاش جينا حنا، المطلب ديالنا كان بسيط طبعا، بسيط جدا، اللي هو الإلغاء الدعائر كليا والغرامات وتقسيم أصل الدين على واحد المدد تتناسب القدرة ديال المهنيين. لكن للأسف الشديد ما تمش تفاعل بشكل إيجابي مع المطالب ديالنا. كذلك هاد الوقفة هذه جات بناء كذلك، احنا تنعرفوا القطاع ديال المقاهي والمطاعم تيخضع لواحد الترسانة قانونية اللي جد مجحفة وتأسفية كما نسميها، لأنه هاد القوانين هي اللي خلت واحد العدد كبير ديال الأسر ديالنا خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وهذا طبعا تنتأسفوا به. كذلك جينا نوضحوا واحد المسألة أساسية، لأنه كاينة واحد المغالطات كبيرة تدار ولا تتقال على الجامعة الوطنية أو على المهنيين ديال القطاع ديال المقاهي والمطاعم، على أساس أنهم ما بغاوش يصرحوا بالأسر ديالهم، ولكن حنا تنحملوا كامل المسؤولية في هاد الوقفة هذه القوانين التأسفية اللي تخضع عليها القطاع ديال المقاهي والمطاعم، لأنها هي المسؤولة اولا واخيرا على هذا الوجود واحد العدد كبير ديال الاجراء خارج المنظومه الصحيه. كذلك هذه الوقفه جت بناء على بعض التاسفات ديال المراقبين ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي ما خذوش بعين الاعتبار تماما الفتره ديال الكوفيد والتصريحات المقدمه لهم من طرف المهنيين في هذه الفتره ديال الكوفيد، لانه الناس كنا خدامين 50% من الطاقه الاستيعابيه، كنا خدامين بواحد ساعات العمل محدوده ومحدده، لكن للاسف تم اعاده النظر في ديك التصريحات المقدمه لهم وتم اعتبار ان ساعة العمل كاملة، وهالشيء على جثة المبالغ هذه. الزخمة الذي تجني أموال الطائفة ولا يبيع حق وراءه طالب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كما كتشاهدوا معنا احتجاجات ديال اصحاب المقاهي والمطاعم حول الظروف اللي كيعيشوها، وحول كيقولوا جمع عليهم لا سي ان اس اس. تحية لجميع ارباب المقاهي والمطاعم المغرب كلهم باسمه. الاخوان المناضلين، لقد ضاقت ساعة النضال، لقد ضاقت ساعة النضال يا ارباب المقاهي. سلمية سلمية Yeah.
هادشي معقول هادشي هادشي معقول صلي الله سوا غدا Let's go.